Ajá. Sí. Sí. Okay. Das ist fast ich kann den WhatsApp sagen. باي باي باي. فاضي؟ ايه. استاذ خليفه شلونك؟ جايبت لك خبر ما صار ولا استوى. الخبر عندي سهل. استاذ خليفه رقم الصحفي اللي انت طلبته. ممتاز شكرا. المهم اقول لك يعني احنا بالظروف اللي قاعد تصير بالديره فانا ابي اقول لك يعني الو ضروري اتوقع هذا الخبر اليوم عشان ننزل اوكي انا اتصل فيك بعدين ايه فجر ايه استاذ يعني بالاوضاع الغامضه واللي ما حد يعني عارف ايش قاعد يصير بالضبط استاذ خليفه وخالد ينطرك برا بغرفه الاجتماعات اوه شلون نسيت انا هذا وراك ايفنت لا تنسينا اخذي الخبرين هذين ينفعونك عليوي احنا ثلاثة ان كل واحد بقط 10,000 وبس غير فلوس القرض اكيد كيف يبي لويه 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 هالغرفة دثرة دثرة بسم الله عليك يمه الله يهديك اقعد لك يوم رتب غرفتك الهدوم اللي ما تبيها عطني اياهم خلنا اعطيهم حق المحتاجين ايه لويه خلاص انا بعدين اكلمك يا ربي يمه قاعد اتكلم تليفون انا وانت قاعد تسمع الكلام يمه ولي سلمك هاليومين ابيك تدعي لي هالدعوة اللي من قلب وش معنى هاليومين يمه انا دوم ادعي لك عسى الله يوفقك ان شاء الله بس ايش عندك هاليومين يعني؟ يعني انا والشباب داشين لنا هالمشروع الصغيرون بنبطلين القراج. ها وانتم عاد تعرفون تصلحون سيارات. يا يمه مو احنا اللي بنصلح، احنا بنقعد وبيزاتنا بالمخبوة، ان شاء الله نجيب لنا ناس هم اللي يسوون السيارات. خوش،